السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قاعد ورا الجزولينة، عند واحد من حبايبنا الافاضل اللي الواحد بيثق فيهم وبيشتري منهم الزرع للناس اللي بيطلبوا منه الزرع. احنا النهاردة بنحمل لاول مرة، الصراحة مش هكدب عليكم، 22,000 عود جزورين. اول مرة اطلع الرقم ده. انا مش معترض على الجزورين ولا معترض على الكافور، ولكن حاليا انا بقول لك ازرع الكافور والجزورين والمهوجني طبعا عمهم واولهم، بس ازرع اي شجره تيجي قدامك خشب. السوق فاضي مفيش فيه خشب، السوق ينقص اشجار علشان تنقطع. للاسف اللي حصل في السنين اللي فاتت دي كلها كميه قطع رهيبه للشجر ومفيش احلال، يعني الناس ما بتزرعش. المشكله هنا بقى في نقطه، وده الفكر اللي انا شغال بيه. لو انا هشتغل على كافور وجزورين اشتغل عليهم صح وربيهم صح عشان اعرف اطلع منهم منتج خشبي كويس. اسعار الخشب بتاعته قليله جدا، يعني انت بتتكلم في طن جزورين 750 جنيه، اعلى طن جزورين هيوصل 1000 و1200، لو جاب ال 1000 ونص بكتر خيره، بس مش مشكله لانه مزروع ببلاش. يعني انا بتكلم في عود ب 60 قرش ب 70 قرش، كلام فاضي انت فاهمني. لو اتكلم على الكافور، الكافور طبعا كويس جدا مفيش فيه مشكله، وفي نفس الوقت بينزرع ببلاش ب 2 جنيه وب 3 جنيه وبجنيه انت فاهمني. تكلفه الانشاء رخيصه عشان العائد بتاعها رخيص، ولكن في نفس الوقت الكميات بتفرق، والكميات هي اللي هتكسبك. انا عندي استعداد دلوقتي حاليا بالفكر اللي انا شغال بيه ان انا اورد لحضرتك واتعاقد معاك على الزرع اللي هيطلع من عندك في الارض، وده انا ما عنديش ادنى مشكله فيه. ولكن بالنسبه لموضوع التعاقدات، يعني اتمنى ما حدش يجي يقول لي فدان، لان انا مش هتعاقد على فدان، ده كلام واضح وصريح. لو حابب تزرع كافور او جزورين معاك من 5 فدادين وانت طالع، اورد لك شتلاتها واتابعها وامضي معاك كمان يا سيدي ان انا اللي اقطعها وانا اللي ابيعها. اعتقد كده مفيش احسن من كده. بالنسبه للمهوجني ان شاء الله باذن الله التعاقدات بتاعت المهوجني هنتكلم فيها بشكل موسع الفتره الجايه، بحيث ان اللي هيزرع يبقى عارف بيزرع ليه وبيبيع ازاي وهيبيع فين ومين اللي هياخد منه الحاجه بتاعته. الفكره اللي احنا شغالين بيه ان احنا ما نجيبلكش الحاجه ونجري. اللي عايز جزورين موجود سوداني تمام، اللي عايز كافور بلدي موجود، ليموني موجود، المهوجني طبعا عمهم واستاذهم كلهم وموجود. والفتره الجايه هنتكلم على بعض الاصناف اللي فعلا كانت اختفت والحمد لله بفضل الله رجعنا لقيناها تاني عشان اتكلمنا فيها كتير وعلشان وضحنا للناس اهميتها. اشجار الحور كانت مغرقة جمهورية مصر العربية، ولكن طبعا تم عمل قطع جائر وإبادة جائرة لمعظم أشجار الحور، كذلك الصفصاف بجميع أنواعه. في أصناف كتيرة كانت اختفت من الطبيعة المصرية وكانت موجودة بكميات قليلة في الأماكن اللي الناس ما قدرتش توصل فيها للشجر ده. بفضل الله أولا وأخيرا ثم المجهودات اللي حصلت في المجال دوت خلال الثلاث أربع خمس سنين اللي فاتوا، بقى في إقبال على زراعة الأشجار الخشبية. ودي المشكلة اللي أنت ممكن ما تحسش بيها لأن أنت ما تكونش مهتم قوي، بس في مصانع كتيرة حاليا بقت واقفة على مادة خام ومش موجودة. الكافور والجزورين اللي كنا بنعيب عليهم ونقول للناس ما تزرعوهمش عشان وحشين، دلوقتي ما بقوش موجودين. فأنت بتتكلم في سلعة اللي يعني مش هيبان اثرها في السوق غير كل فتره طويله، مش زي مثلا اللي بيزرع طماطم في عروه ويخسر فيها ويقول لك والله ما انا زارع طماطم تاني، تمام؟ احنا بنتكلم في اشجار خشبيه، تكلفه انشائيه مهما كانت عاليه فهي بسيطه، مصاريف لا شيء، بتاكل وبتشرب مع اللي موجود في الارض، وفي نفس الوقت عائد جيد جدا لحضرتك او للي هيعيش لو انت عشت. يعني نفس الكومنت اللي بيجي لي انا بقوله اهو. استثمار في مجال الاشجار الخشبيه لا يعيبه سوى حاجه واحده فقط، الا وهي طول فتره الانتاج. كان احد الساده الافاضل كلمني من كام يوم مساء، يعني كانت الساعه 1 صباحا تقريبا، وداخل بيتهكم عليا، فزعل جدا من اسلوبي اللي هو ممكن يكون ناشف شويه مع واحد داخل بيتهجم او بيتهكم عليا، فلازم انا اقابله بشكل ناشف شويه. معلش انا اسف، يعني انا سهل ولين مع الناس كلها والله، بس اللي بلاقيه داخل يتنطط ويتانزح عليا لا بديله على دماغه، انا اسف يعني انت فاهم، بس انت مش احسن مني. بينفي عدم صحه نفع الاشجار الخشبيه في مصر. طب ازاي؟ انت فاهم؟ مش هتكلم. بيقول ان الغابات الشجريه ما ينفعش تنزرع في مصر، ما ينفعش مصر يبقى فيها غابات.
طب ازاي يا عم؟ لو عندك نقص في الماء، المياه الشرب زي ما بنقول، او عندك عجز في الميه، في مشكله بالفعل في موضوع الميه، ولكن انا بستهدف حاجه تانية، بستهدف 2.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي والمياه العادمه بتهدر يوميا بدون اي استفاده منها. تمام، بستهدف ان كل واحد يمتلك حتى لو فدان واحد زرع فيه 10 شجرات ايا كان ايه نوعهم. انت متخيل في مشروع زي 1.5 مليون فدان اللي موجود، لو كل فدان في 1.5 مليون فدان دول زرع 10 شجرات، شوفوا العدد هيبقى كام يا جماعة. فكروا بنفس التفكير دوت. انت بتزرع، دولة زي الهند عندهم الطفل لما بيتولد بيزرعوا له شجرة واتنين، ده مستقبلك، ده الكنز بتاعك. الشجرة لا بديل عن الخشب، الخشب هو تاني أكتر منتج استخداما في الطبيعة، يعني منتج بيتم تخليقه طبيعيا، ربنا اللي بيرزقنا بيه، فمفيش بدائل عن الخشب، البدائل المصنعة من الخشب لا تغني عنه، ولكن بتستخدم كحشوات وشغل فرعي في قلب الخشب الأساسي، ولكن الخشب مش هتقدر تستغنى عنه أيا كانت صورته، فبالتالي إيه هو مصدر الخشب؟ الشجرة. في العالم كله حاليا بيفرض قيود وضوابط على قطع الاشجار بسبب التغيرات المناخيه، وطبعا انا واحد من الناس هنا على القناه من 2 أو 3 سنين عمال اتكلم في نقطه زي دي ومحدش مستوعب، وده اللي لقيناه دلوقتي، تغيرات مناخيه مدمره معظم المحاصيل، والفتره الجايه مع ظل هذه التغيرات هتلاقوا حاجات كتيره بتختفي او مش بتختفي، ما بقتش نافعه في الاجواء العاديه بتاعتنا، وهتلاقوا اصناف تانيه جديده بتظهر للنور. نصيحتي ليك يا صديقي، لو انت مثلا في الجبل وعندك سي 10 فدان، لو قدرت تصور صور، لو زرعت فدان واحد بس وركنته على جنب للزمن مش هتخسر في حاجة، بياكل ويشرب معاه في الارض، في نفس الوقت انت مستفاد منه، حتى لو جاب لك ايه طن الفدان الجزورين ممكن يطلع له 120 طن، فدان الكافور يطلع له 150 160 طن، فدان المهوجني يطلع له حوالي 250 ل 350 طن. تمام، يعني الفترة الجاية انا هكلمكم في دراسات جدوى مظبوطة مليار المية، بكلمكم في شغل، لو زرعت هتبيع فين وتبيع ازاي، ولو عايز تمضي كمان عقود من دلوقتي انا ما عنديش مشكلة. شغلنا اللي انا بقوم بيه ان انا بدلك، ده رقم واحد، لو انت ما عندكش نموذج كافي او ما عندكش فكرة كافية انا اساعدك وادلك عليها بدون اي شيء. رقم اتنين، نورد لك الزرع ونشرف عليه وكذلك بنتابعه، يعني انتوا ان شاء الله الفترة الجاية اي شجر انا زرعته الفترة ديت هتلاقوه كمان بتابع مع الناس فيه بجانب القديم اللي انا زرعه وبتابع مع الناس فيه بدون اي شيء. جميل، فالحق يا اخي ازرع دلوقتي، السنه في الاشجار الخشبيه بتفرق، السنه بتفرق. المهوجني لو عايز تعرف ازاي تزرع 1000 شجره مهوجني ب 6000 جنيه قول لي وانا اعرفك. انا هدفي ان انا اقلل الاسعار بجوده كويسه علشان الناس تزرع. تحياتي ليكم، ما تنسوش اللايك الجميل على الفيديو والاشتراك في القناة لو لسه ما حدش اشترك، وسيبوا استفساراتكم تحت في الكومنتات، ودعواتكم لاخوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.